المصابون بمرض الثلاسيميا في محافظة السليمانية بكردستان العراق يدفعون ثمن تداعيات الأزمة بين بغداد وأربيل. هم مهددون اليوم بالموت بعد أن قاطعت الكوادر الطبية أعمالها في مستشفى رعاية مرضى الثلاسيميا احتجاجاً على عدم تسلمها رواتبها بسبب استمرار نظام الادخار الإجباري للرواتب من قبل الحكومة في أربيل، بالرغم من صرفها من قبل الحكومة في بغداد. ابني مصاب بالثلاسيميا ويحتاج لأشعة. يقول لي الطبيب: تعال عندما تعطينا الحكومة حقوقنا. لا أعرف ماذا أفعل. أي خطأ بالعلاج ستكون له مضاعفات على ابني. إلى أين أذهب وإلى متى أنتظر؟ جمعية الثلاسيميا في السليمانية طالبت بدورها المستشفيات بصرف الدم لمرضاها الذين قد يتعرضون لمضاعفات مرضية خطيرة، وحملت الحكومة في كردستان العراق مسؤولية معاناة مرضى الثلاسيميا، وطالبتها بحل مشكلة صرف الرواتب فوراً وإعطاء الحقوق لأهلها. هناك أكثر من 50 مريض يزورون المستشفى للعلاج. الآن لا نستطيع أخذ العلاج بسبب الاضطرابات. نحن نحمل الحكومة المسؤولية عما يجري هنا ونطالب بحل الموضوع سريعا. العشرات من مصابي الثلاسيميا حضروا إلى المستشفى لنقل الدم والعلاج، لكنهم تفاجأوا بعدم وجود الأطباء والممرضين، كما أن العديد من المصابين يأتون من خارج السليمانية في رحلة سفر طويلة. أضف إلى ذلك تكاليف التنقل الكبيرة التي لا يقوى هؤلاء على دفعها. لم يبقى لديها غير يومين، تحتاج إلى الدم ستموت. أحمل الحكومة التي لا تهتم بنا المسؤولية. عندما يمرض أطفالهم يعالجوهم في الخارج، لا يأتون إلى هذه المستشفى التي هي الحياة بالنسبة لنا. وإلى أن تنتهي أزمة الرواتب في كردستان العراق، والتي شلت الكثير من قطاعات الحياة بسبب الاعتصامات والإضرابات عن العمل، يبقى المرضى الضحية الأكبر لهذه الأزمة.